رح نتابع محطاتنا وتانيا صارت موجودة معنا وخلينا نحكي. صباح الخير تانيا. صباح النور. نحكي ولا ما بنحكي؟ لا دخيلك بنحكي. ضلنا ساكتين؟ ما عندنا غير الحكي. خلينا على القليل نحكي. حكي بس حكي فاعل وحكي ايه؟ هادف. ايه؟ ولهالسبب اليوم رح نحكي عن موضوع كيف ممكن واحد يغير أو يكون مساعد بالتغيير. صحيح. مهمة كثير هيدي. صح، لأنه غيدا خاصة يمكن اليوم كلامي بيفيد الشباب إذا عم بيسمعونا أو إذا أهل عندهم شباب بالبيت. إذا منعيش حياتنا كلها متلقين يعني بدرس 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 بتخرج بصير بشتغل 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 بروح على الشغل كل يوم بعلق بالعشقة بجي عم نقع البيت عم نتلقى عم نتلقى هاي مش معمولين نحن لنعيش فقط هيدي الحياة. صح. وأحلى شيء عندي إنه بس كون على السوشيال ميديا هاي إذا هيك بصير كمان بعمل هيك على السوشيال ميديا عم بتلقى هيدا عم نتلقى شو بتبعت لنا هالدنيا. صح. مش معمولين كبشر لفقط نعيش هيك، هيدا جزء من حياتنا اكيد، بدي اتعلم، بدي اشتغل لعيش، بدي هيدا جزء، بس بدي يكون عندي هدفيه، نحن كل واحد منا خلقان او اصلا شو الهدف من البشر يعيشه؟ انه نساعد هالحياه تضل مستمره وتضل عم تتحسن، يعني هيدا هدفنا والا ما بنتقدم، ما كنا تقدمنا لهون، ما كنا عم هلا التقدم عنده الوجه الاخر اوقات عم بيأذينا، بس كيف فيي اطلع منه؟ كيف فيي يكون انا صانع تغيير؟ انا بدي اعمل تغيير يا خيي شو واقف علي؟ بدي افكر انه اكيد مش انا بدي اغير العالم لحالي، ما حدا لحاله رح يغير شيء بالعالم، بس كلنا إلنا دور. صحيح. كلنا عنا دور ولو واحد بالمليون، ولو صفر واحد بالألف، ولو صفر فاصل صفر واحد بالمية، عنا أدوار. وكلنا خلقانين عنا هدايا، عنا عطايا. كيف بدنا نستعمل هالعطايا لنكون عم نعمل تغيير صغير بالعالم حوالينا؟ هيدا السؤال وجودي للصراحة، سؤال ما إنه هي نسأله لحالنا وما بنسأله عادة لحالنا، قد ما ملهيين بالتلقي. نتلقى العلم 15 سنة، نرجع سنين جامعة، نرجع نتلقى الشغل ومدير الشغل والحالة الأمنية والحالة الاقتصادية، قد ما ملهيين بهيدا الشيء ننسى نطرح على حالنا أسئلة عن جد وجودية. وفي هيديك رح أعمل لها حلقة قريبا بالمستقبل، بس بدي يكون عم برسم في شيء اليابانية، ما بعرف إذا سامع فيها، في جزيرة باليابان مشهورة بالناس اللي عايش عمر كتير مديد بصحة كتير جيدة، عندهم سر يعني عم يدرسون العلماء النفس والاجتماع والطب انه بيعيشوا معدلهم 100 سنة. ايه. بس 100 سنة عم بيمشي ويروح ويجي ويشتغل، انه مش عايز حدا، مش انه ختيار قاعد. واكتشفوا انه بيطبقوا شيء اسمه بيسموه اليابانية الايكي جاي، وهي انه نكتشف عطايانا ونعرف نوظفها. ما رح احكي عن الايكي جاي اليوم كتير لما احرق حلقة بالجاي بدي أعملها، ولكن بهالإطار اليوم عم نعمل حلقتنا، شو بدي أسأل حالي أنا شو عندي، كيف بدي ساهم بهالدنيا بطريقة أبعد من منخاري بشوي. صح. أبعد شوي صغيرة من الهم اللي بحمله كل يوم. حملنا السؤال الوجودي ونزلنا لعند الناس على الطريق لتشوف إنه مش سهل تجاوبي على هيك سؤال وجودي، خاصة لما مش معودة تسألي لحالي. صح. سألنا الناس أسئلة مثل كيف، شو فيك انت تعمل لتغير العالم، شو عندك قصص انت عطايا بتقدر تستعملها، وخلينا نشوف شو جاوبوا الناس بعدين عم نعلم. يلا. شو بدي اقول بالبلد؟ العجقة السير يعني والأصوات اللي بتطلع مليون شغلة من رأس هيدا ونزول. أول شيء العجقة والفساد، الفساد إذا ما لح يزبطوا الفساد البلد مش لح تزبط، ولو طلعوا النفط. مشاكل كتير بالبلد وراء قلة الشغل وقلة لادي، والغريب عم يشتغل واللبناني ما عم يشتغل. كيف ما برموا حواليك بس انه مرجع هدفهم المصاري، شو بدهم يسحبوا مني؟ مش الخدمة، مش المسؤولية، مش انه ما في دمي وضمير بقى، ما بعرف. صارت الحاجات بلبنان عبء، يعني كنه بتجي بدك بتفيقي عم تتنفسي وسخ وامراض، وما في مش مأمنة لا طبابي لا عمل، والضرائب لحقتنا. آه
يعني شفت انه المواطن عنده هموم كثيره، قد ما مخنوق وقد ما همومه كثيره دائما عم نزتها على براتنا. هو معنا حق يعني أكيد. انه لما بقول لك الطبابه ولما بقول لك الزحمه ولما بقول لك صحيح في مسؤوليه خارج انا ايدي كفرد، ولكن انا كمان عندي مسؤوليه. صح. اذا بسال حل نحن سؤالنا كان وجودي ما حدا جاوب، لاحظتي الكل مشكله الازمات السير، مخنوقين، النفايات، التلوث، الفساد، براتنا براتنا براتنا. سؤالي هو انا شو في اعمل لغير بالعالم؟ عندنا ميول، وهي بلاحظها لما بكون عم بعطي تدريبات حتى على الارض، عندنا ميول ما نقشع انه لنا دور. معودين ما نقشع لنا دور لانه عايشين بسيستم ما بيخليك تعرفي انه عندك دور تلعبيه. نعم. ومنغرق بفكره انه انا مجرد ضحيه، انا مجرد رقم. بكتير اوقات انا مجرد صحيح ضحيه، بس انا كيف فيي وقف قد ما فيي؟ يمكن فيي ساهم ب 0.01%، برجع بقول، ولكن الي دور. صح. الي صح. دور العبه، يعني كل فرد بيعمل فرق. صح. انا مين بنتخب؟ تنقول عندي هالنهار بكل اربع سنين، لما بيصيروا كل اربع لما سنين بيصيروا. لما بيصيروا كل اربع سنين لما شو بدي اختار اعمل؟ عندي زودة ضريبة على بالسوق عم توصل مش 11%، عم توصل ل 15 ولا 20 ولا 30% بالاغراض اللي عم بشتريها من السوق، انا شو بدي اعمل؟ بروح بس بشتريها وبكرفيت؟ لا، ولا بتشكى يمكن لمصلحة المستهلك؟ صحيح. او يمكن بقرر انه اعمل بويكوت، انه ما اشتري كل اللي كنت اشتري، اشتري اشياء تانية، ما بعرف. في ثمن بدي ادفعه اذا بدي ناضل. نعم. هل انا مستعد ادفع هيدا الثمن او لا؟ هيدا سؤال تاني. لا، مش بايدي اعمل شيء، بايدي انا اعمل انا وياكي وياه وياه اذا بدنا تغيير بهالعالم. ولكن ايه، في ثمن بدنا ندفعه. اكيد. يمكن في راحه صغيره بدي اتخلى عنها، يمكن في عادات معودت لها انا صرت عم عيشها بدي اتجنبها. هل انا مستعده اتخلى عنها او لا؟ هون السؤال. مش طب هون كمان بالنسبه، سوري، بس هي موضوع الانتخابات اللي هو موضوع يعني ان شاء الله تصير. ايه اكيد. وكل الناس بتشوفي عندهم انه انا مش عاجبني الوضع وما بدي انزل انتخب. نشوف شو راح يصير إنه يوم الانتخاب. ايه اصلا ما تنزل تنتخب، ما تنزل تنتخب، هيدي يعني حالها يعني اوريدي انت خلص مثل راضخ للوضع اللي موجود، رضخت وسحبت حالك من دورك. صح. يعني حتى يعني ضروري ننزل نقترع، يعني ما عندنا غير هالخيار كل اربع سنين، اذا صاروا كل اربع سنين قلنا اخر فتره ما عملنا شيء من لنا كذا سنه، في جيل ربي بلا انتخابات. صحيح. يعني. وبالتالي لا، عندي دور العبه، ولازم هيدا النهار ما اتاثر بغسيل الدماغ يلي ممكن يكون عم ينعمل لي، ما اتاثر بخدمه زفتوا لي قدام الطريق منتخبهم، ما اتاثر فيهم، بدي يكون عندي هاي القوه، بس بدي اطرح على حالي اسئله وجوديه لاقدر انتقل من التباري. يعني العالم يلي عايشين فيه غيدا هو عالم تباري، عالم مادي، من مواجهه، عالم في عنف، عالم في قسمه، في ثنائيه، يا ابيض يا اسود، عالم في تسكير انه بس وطني انا، ما خصني باقي الارض، هويه المحل ما انا، وبعد بعد بلد الطوفان. عندنا في واحد بعد سيارتي الطوفان، مزبوط، يعني بعد انا، بعد انا، بعد انا، يعني هي بعد اذا عندنا ثقافه احاديه مسيطره. كيف هي انتقل من هاو كلهم لشي تاني؟ يعني كيف هي انتقل من التباري للتعاون؟ لانه نحن اخرتنا طبيعتنا نتعاون، كيف هي ارجع لاقي هالتعاون؟ كيف هي انتقل من الماديه للروحانيات وللتعاون خارج الماده؟ صحيح. كيف هي انتقل من العنف الى السلام؟ كيف هي انتقل؟ في طرق، مش نحن مش مسيرين، نحن مخيرين وعندنا القدره. لهالسبب ضروري اطرح على ذاتي، بلش بحالي، اطرح على ذاتي اسئله وجوديه. يعني من الاسئله الوجوديه اللي لازم نطرحها على ذاتنا، ناخذ وقت مستقطع من هالركض الركضين، وركض ركض حياتنا ركض، بدي اخذ وقت مستقطع واسال مين انا بيني وبين حالي. انا ماني مجرد نتيجه اهلي ونتيجه ثقافتي ونتيجه تربيتي، انا نتيجه هو كلهم ايه، بس عند الانا. يعني كلنا يمكن رايحين على نفس المدارس او نفس الطوائف بنعرفها او نفس الديانات، ولكن كل واحد منا عنده شيء لإله. اكيد. بدي اسال حالي انا بيني وبين حالي، انا مين؟ انتمائي هون وهون، هويتي مشكله من عده طبقات، فيها الثقافه، فيها الاجتماعي، فيها الايماني اكيد، وفيها افضلياتي انا، شو بفضل، ميولي الانسانيه، انا بيني وبين حالي. لازم اسالهم لحالي هالسؤال، هيدا سؤال كتير جوهري، لان لما بلاقي حالي بلش اقدر انطلق لبرات حالي. السؤال الثاني، طب انا شو العطايا اللي عندي، شو هي الهدايا اللي خلقت عندي اياها اللي بتقدر تفيد هالدنيا؟ صح. بقدر فيد، بقدر فيد، كل واحد منا عنده دور، كل واحد بيفيد،
بدي أعرفها. في ناس غيدة بتعيش عمر بأمه وبيه مش عارفة شو هدياها، مش عارفة العطايا اللي عندها إياها يلي فيها تفيد وتستفيد حواليها. كلنا عنا من إلا هوايات نحن وصغار أو من إلا قدرات، هن هدايا بقدر وظفها لفيد واستفيد. صحيح. هيدا بكون بلشت انطلق من الكومبيتيشن، من التباري انه انا وبعد الطوافان، للتعاون. كون بلشت انه ما انا عم بستفيد، ما انا مبسوطه اذا عم بعمل اللي بحبه. اذا يا ما قد ايه في ناس غيدة متخصصين باشياء ما بيطقوها. اي صح. قد ايه في لانه انفرضت عليهم اوقات بتكون، وقد ايه في ناس عم يشتغلوا شغل مش طايقينه. هيدا انسان حزين بحياته، لا عم بيستفيد ولا عم بيفيد. يعني يمكن عم بيستفيد ماديا بقول لك، بس ايه مأمن على حالي وهيك. انت معمول لتعيش بس هيك؟ بس فقط لتاكل وتشرب؟ معمولين لنعيش اكثر من هيك. فاذا مين انا؟ شو العطيه اللي عندي اياها اللي بقدر؟ هي ليه بقول، ليه قلت باول حلقه للشباب خاصه، لانه بهالعمر بعد قادرين نطرح هالاسئله عليهم. صحيح. خاصه بيكونوا بالجامعات في نقاشات وفي هيك، اسالوا علموا اولادكم يسالوا حالهم هالسؤال. شو بقدر انا اعطي لهالعالم لان اكون مبسوط وعايش منيح وعم فيد الدنيا، لانه انا فيي فيد الدنيا. وثالث سؤال، كيف فيي اشتغل مع الاخرين لاعمل هالشيء اللي بيفيد الدنيا؟ لانه ما حدا بيقدر يعمل شيء لحاله. انا بحاجه لإلك وبحاجه لإله وبحاجه لاستاذ يعلمني وبحاجه لناس تستفيد من خدمتي. كيف فيي اعمل هالتعاون لكون عايش عيشه انا مبسوط فيها وعم فيد هالكره الارضيه اللي هي بيتنا؟ حتى بعد يسلمها، نحن امانه هالارض، لسلم الجيل اللي بعده ان كان اولادي وان كان اولاد غيري، سلمهم شيء احسن. صح. يعني اخرتها بس اسئله برجع بقول عن جد وجوديه. يعني بدي وقت مستقطع، بدي وقف السوشيال ميديا، بدي وقف اركض، بدي وقف هيدا. يمكن عشيه قبل ما نام 5 دقائق كل يوم، يمكن 10 دقائق، يمكن ربع ساعه، بس بدي لاقي لها اجوبه، مش بس اسال السؤالات. شفتي لما منجاوب على هالاسئله غيدة، نظرتنا لحالنا اول شيء بتصير عندي قيمه لذاتي ولدوري اكبر. تعلى قيمتي لذاتي ولدوري بالهالكون اكثر، وبالتالي بصير عندي تنعكس على الاخرين، لانه المرحله الثانيه بعد ما اسال حالي بدي اسال عن هالعالم حوالي. السؤالات يعني كيف بدي اتعاطف مع هالناس اللي حوالي، كيف بدي لاقي نقاط مشتركه مع الاخر، ولازم لاقي نقاط مشتركه. صحيح. مع الاخر. صحيح. وعندي نقاط مشتركه. أكيد. مع ابعد انسان عني ثقافيا عندي نقاط مشتركه انا وياه. كيف في لقيها للنقاط المشتركه؟ شو بقدر لاقي انا وهالشخص يلي يمكن ظاهريا انا وياه ما بنتطايق؟ شو اللي بيجمعنا؟ هالاسئله يعني كيف بدي اسمع له لقلبه من جوا؟ رغم يمكن طريقته اللي بتستفزني يا خيي، كل ما بيفتح تمه هالبني ادم بيستفزني. كيف بدي اعمل مجهود اسمع اللي جواته؟ لانه اللي جواته كثير بيشبه اللي جواتي، حاجته كثير بتشبه حاجتي. اللي هات لنسال حالنا سؤال وجودي اكثر كمان. شو اسمى حلم عند كل بشري على وجه هالارض؟ شو بده كل انسان على وجه هالارض من الاخر؟ بعيش بصحه جيده وبسلام. كلنا على بعضنا. صح. بدنا صحتنا تكون منيحه. بدنا نعيش بسلام، بدنا نشوف اولادنا بصحه جيده وعائلتنا بدنا نتطور. بدنا نكون مأمنين على حالنا، مرتاحين. هيدا حلم كل بني ادم عايش على وجه الارض. هيدي راحه البال، هيدي اهم شغله. إذا عنا كتير مشترك مع كل هالشعب على وجه الأرض، مع كل هالسبعة مليار وشي على وجه الأرض. إذا بيجمعنا شيء. أكيد. كلنا بدنا، يمكن كيف عم نجرب نوصل لحاجتنا بتفرق عن بعضنا. يمكن في واحد لأنه بده يعيش بأمان عم يسرق. طريقته غلط. أكيد ما بوافق عليها، ولكن الحاجة اللي عنده إياها ما أنا عندي إياها ما أنا نفس كمان. نفس الشيء، بدي أعيش بأمان. بدي أعيش بأمان. أنا القيم تبعي بتمنعني أسرق وبتقول إنه لا، ما لازم أسرق مال مش تعبان فيه. قصة قيم بينشغل عليها، بس اللي بيجمعني معه هي هالحاجة. وما بعرف، واحد بده عم بيعاني من كلاوي قبلين انه يروح يسرق كلوة حدا من بلد تالي، عالم تالتي، بيدفع حقه $3000. هي قيمة انا ما بوافق عليها، هيدا شي خاطئ. بس هو بحاجة للصحة مثل ما انا بحاجة للصحة. صحيح. لازم ساعده يبطل عايز يسرق كلوة. لازم نتساعد تصير مثلا ثقافة وهب الأعضاء مقبولة أكثر. مثلا عم بحكي شو ما كان، بس إنه ما منعود عايزين نسرق. صحيح. ما منعود عايزين نرشي. بس التعاون لأنه بده ينطلق من فكرة إنه عنا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا كبشر. بكتير بكتير بالانطلاقة بالحاجات.
طرقنا فيها تفصلنا. ايه في واحد لانه بده الامان يسيطر على بلد تاني يحتل بلد تاني، ما حدا رح يوافقوا عليه واكيد تصرفه خطا. ولكن اذا بنفهم معنى الشراكه، واذا بنفهم معنى تقاسم هالثروات، واذا بنفهم انه المي عايزيننا كلنا على وجه الارض، وانه الاكسجين عايزينه كلنا يكون نظيف على وجه الارض، بنصير نفكر اكثر بطرق تعاونيه لحتى نعيش سوا بسلام على وجه الارض، وننطلق ونطلع من شيء اسمه فقط تسابق على تعاون. نطلع، وفي كثير ناس على فكره على وجه هالكوكب فهموا هالموضوع عم يشتغلوا بهالاتجاه، كل ما قالهم عم بيزيدوا ان شاء الله. ان شاء الله يلا اكيد بعد ما صاروا سياسات دوليه هي بس تصير سياسات بتتحسن. صحيح. بس في وعي كثير عم ينتشر بسرعه، انا بتمنى انه نحن بمناطقنا وببلدنا ما نتاخر عنه، لانه الوعي صار موجود بكثير اصقاع من الارض. صح. عند افراد وين ما كان بتشوفيهم عندهم وعي على الآخر، عندهم حشرية التعرف على نقاط اللقاء مع الآخر، عندهم خوف على هالأرض، على ثرواتها، على 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 هالأكسجين اللي عم نتنفسه. ما آخرتها إذا راح الأكسجين فطسنا كلنا، يعني قتلنا كلنا. صحيح. يعني رحنا كلنا. وبالتالي ما نتأخر عن هالموضوع، بس لما نتأخر عليه بدنا نطلع من فقط دور الضحية. مثل ما سمعنا هالناس معهم حق يلي عم بيقولوا، ولكن أنا لست مجرد ضحية. إذا مجرد أنا عم بلعب دور ضحية، أنا عم ساهم ضحية مرة، ضحية اثنين، ضحية ثلاثة، في مشكل. بدي وقف كون ضحية، بدي قد ما فيي. يعني أكيد ما بغير أنا الكون، ما بغير بلدي أنا لحالي، بس أنا وياك وياه إذا بنفهم على حالنا شو بدنا وشو عطايانا وشو بدنا نعمل بهالدنيا وكيف بدنا نغير وشو معقول تكون في وسائل تغيير، بلا فينا نعمل تغيير. صحيح صحيح، هذا هو الأساس. وأكيد كل الناس رح يكونوا ناطرين بعدين بالحلقة ليعمروا أكتر. ايه بصحة، بصحة جيدة وبوعي. صحيح. كامل. رح نرجع نشوفك إن شاء الله بعالم أكيد. صباح تانية رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، بيكون معنا الشيف حسين، خليكن معنا.